تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببطيوة من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة تختص في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية من سواحل الولايات الغربية نحو دولة إسبانيا باستعمال قوارب النزهة. العملية جاءت بعد التتبع والترصد لنشاط هذه الجماعة عبر إقليم ولاية وهران، بحيث مكنت من توقيف 20 شخص يبلغون من العمر ما بين 20 و 39 سنة من جنسيات مختلفة. حجز قارب نزهة نوع بوليستر مزود بمحرك قوة 85 حصان بخاري، حجز سيارتان سياحيتان كانتا تستغل في نقل أشخاص، حجز مبلغ مالي قدر بأكثر من 3500 أورو من العملة الصعبة، 18 هاتف نقال. تم تقديم المتورطين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزي وحول جناية الشروع في تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة، جناية تبييض الأموال، وجناية طمس الدلائل من أجل عرقلة التحقيق.